في هذه الفترة الإخبارية أيضا بنلقي الضوء على أزمة تعاني منها 640 أسرة في الإسماعيلية. انتقلنا إلى هناك ورصدنا معاناتهم. ومعانا على الهاتف برحب بسيادة اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وبدعوه إن هو يتفرج معانا على أزمة الأسر 640 ونوصل له أصواتهم ونستمع إلى إجابته. نشاهد. على جميع سكين العمارة رقم 2 الإخلاء للناقلة للسقوط. جملة في ورقة علقت على مداخل 34 عمارة ليلا استيقظ عليها سكانها القاطنون بحي الكاكولة بالإسماعيلية على قرارات إزالة من المحافظة لعقارات يؤكد الأهالي أنها سليمة. مع العلم أن مفيش لجنة هندسية جاتلي، مفيش لجنة جات العماير بتاعتنا، أنا بتكلم عن العمار اللي انا ساكن فيها. عماره واحده بس اللي بصوا عليها على العمود، القشره بس اللي رايحه منه، يعني القشره المحاره هي اللي ضايعه منه. انا عندي حقن وعندي كل حاجه، ممكن احقن العمود ده واعيشه كمان 50 سنه. دلوقتي انا عندي 3 اولاد، فيهم البنت وفيهم الولد، وقاعدين كلنا في الشقه. اشرد بناتي فين؟ اشرد ولادي فين؟ اروح اعمل خيمه واقعد في الشارع؟ دي مسؤوليه مين؟ ها، مش مسؤوليه المحافظ، انا بصعد المسؤوليه للرئيس السيسي. الرئيس السيسي هو اللي يشوف لنا حل، زي ما عمل لأهل الدواقة يعمل لأهل الكاكولا. يعني أنا دلوقتي هقعد في الشارع أنا أولادي ومليش، والله مالية ملجأ إلا الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي واقف معايا. إزاي بقى إن أنا هقعد في الشارع وأنا واحدة ست ومعايا أولاد كلهم صغيرين؟ إزاي؟ أنت دلوقتي لو هتطلع بقية الناس اللي في 32 عمارة اللي موجودين، حاول الأول تحل مشكلة الأولانيين وتبني جزء الأول، يا إما ترمم العماير دي كلها. حي أغلب سكانه من المسنين غير القادرين على الانتقال، خاصة بعد انعدام الثقة في المحافظة بعد هدم 6 عقارات. هم عايزين يهدوها، قبل ما يهدوها هم ينقلوا الحاجة. أنا ما أقدرش أنقل حاجتي رغم إن حاجتي قد كده. أنا أحسن واحد في الناس دي، باخد 1000 جنيه، كنت مدير عام، طالع على 880 وصلوا 1000 جنيه. ازاي اسكن؟ رئيس الوزراء لما كان وزير جه قال لا دي من مجرد ما شاف عمود ولا حاجه مش كويسه، طب رمموها، ما في مساكن اوحش من هنا وترممت. غضب من الاهالي يقابله تاكيد من المحافظه على ان العقارات تمثل خطوره على ارواح سكانها، وبدات في اتخاذ الاجراءات بناء على قرار المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان الاسبق ورئيس الوزراء حاليا. يظل شبح الإزالة والإخلاء يطارد 700 أسرة هنا في حي الكاكولا دون وعود مطمئنة بمساكن بديلة لهم، حتى أصيب هؤلاء المواطنون بالفزع خوفا من التشرد. سيد موسى، قناة دريم.